السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو ان شاء الله بخير وعلى الف خير، وتكونوا باحسن الاحوال يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم الطبيله ديالي ديال اول نهار في رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وباش ما كتمنوا. مهم، بغيت نشارك معكم الفطور ديالي البنات، وغادي نشارك معكم هاد الشوربه اللي كتجي بنينه بزاف وغزاله، وكتجي خفيفه في الماكله ديالها، بصراحه كتجي زوينه بزاف وسهله حتى في التحضير ديالها. وحضرت حتى شي حتى دي سيجار ديال الدجاج مالحين، واشنو عاوتاني، صافي، وكاينه البيتزا. يلا البنات، يلا دخلوا معايا الكوزينه باش نوجدوا الفطور ديالنا. مهم، هنا غادي نبداو بالعجينه ديال البيتزا. هي الاولى عندي هنا جوج كيسان ديال دقيق الفورس، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه الملحه، الزعتر، ومعلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الخل. غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال دانون مبسوس. صافي، وعندنا الماء ديال الروبيني، ما سخون ما والو. غادي نحاول نخوي شي شويه على الخميره باش نذوبها شويه، وغادي نخلطها شي شويه هذيك الطحين مع هذيك الزبده. الزبده تكون بحراره المطبخ البنات. هاد العجينه راه كتجي زوينه وخفيفه بصراحه، ودغيا كتوجد. صافي، غادي نبقى هكا نزيد في الماء بشويه بشويه حتى نحصل على الخليط اللي بغيت انا. تكون العجينه ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاسحه بزاف بيني وبين البنات. غادي نعجنها، ندلكها شي شويه، راه دغيا كتدلك سهله في الدليك ديالها. وغادي نديرها في البلاستيك الغذائي ونخليها تخمر. يلا نخليكم مع الفيديو. صافي، هنا راه كتشوفوا دلكتها مزيان. غادي نديرها في البلاستيك الغذائي كيف قلت لكم، وندوزو نحضروا الشوربه ديالنا البنات. هنا كيف ما كتشوفوا معايا مقاديرها بسيطه وسهله البنات. عندي جوج بطاطس كبار مقطعين مربعات، جوج بصلات خضاريه، صدر ديال الدجاج او ديال اللذان، عندي رويس ديال الثومه محكوك، عندي البروكولي مسلوق ومسقطر من الماء، وعندي شامبينيون. هادو غنخليهم هما الاخرين. غناخد واحد الطنجره نضيف ليها، ندير فيها البطاطا والبصله، الثومه والصدر ديال الدجاج. هنا انا البنات خدمت بلذان، وصافي غادي ندير عليهم مليحه، شويه البزار، ومعلقه كبيره ولا جوج معالق كبار ديال الزبده. وغادي نديرها، نخليها حتى تشحر مزيان، ونروي عليها تقريبا شي اطرو ديال الماء. صافي، هنا من بعد ما تشحرات رويت عليها، درت اطرو ديال الماء، وغادي نخليها تطيب وندوزو باش نحضروا التحليه ديالنا البنات. التحليه كتجي بسيطه وسهله. عندي ثلاثه المعالق ديال المايزينا، وغادي ندير جوج فاني، غادي ندير هنا اربعه المعلقات اولا ثلاثه على حسب الذوق ديالكم ديال السكر سنيده. غادي نضيف عليها واحد شي شويه ديال الحليب، غير شويه، نخلط بعدا هذيك المايزينا والفاني اللي درتو سكر سنيده غير يذوبوا ليا، ونكمل هذاك نص لترو ديال الحليب ديالي كامل نخويه عليها. وغادي نديها فوق البوطه، نخليها حتى تختار مزيان، ونرجع معاكم. وصافي البنات، هنا من بعد ما اختارت، ملي تكون فوق البوطه ما تحبسوش عليها من التحريك باش ما تلصقش ليكم. صافي، غادي نضيف ليها قلنا معلقه ديال الزبده بحال هكا، ما تكونش عامره بزاف، غير شويه. وعندي تما اربعه المربعات ديال الشوكولاته الابيض، اربعه ولا ثلاثه اللي بغيتو. وغادي نضيف هذيك الياغورت اللي كان بقى ليا من العجينه ديال البيتزا، غادي نضيفو ليها ونحرك مزيان حتى نتاكد ان هذاك الشوكولا ديالي داب والزبده حتى هي دابت، وان الخليط ديالي كامل جانس. نخلطو مزيان البنات،
وندوزو نديروها في الكويسات ديالنا ونديروها في الثلاجة تبرد على خطرة. وصافي البنات، هنا غادي نزينو بهذوك الشوكولا ديال الكوكيز. تقدروا تزينوهم باي حاجه، تقدروا تزينوهم بالفواكه الجافه اولا بالتمر الزبيب اللي بغيتو. كتجي زوينه في الصراحه، تقدروا تديروها في الفطور اولا تخليوها للسحور اللي بغيتو. وهنا من بعد ما طاب ليا طابت الصوبه ديالي، طاب الدجاج وهذيك البطاطا وداك الشيء، حيت الدجاج وغادي نطحن هذيك البطاطا والبصيله ديالي. ما ديروش هذاك الماء كامل البنات، يعني ما طحنوهاش في مره بالماء ديالها بكلشي، صفيو هذيك البطيطه والبصله. وغادي نديروا الماء، غادي نديروا غير القياس بشويه بشويه حتى تحصلوا على القياس اللي بغيتو. وصافي هنا غادي نضيف ليها ثلاثه ديال الفرماجات لاي نوع بغيتو، بغيتو المربع او المثلث اللي كاين خدموا بها البنات. هنا كاضافه الى بغيتو تزيدوا، تقدروا الى كنتو كتخدموا بكنوره تقدروا ديروا كنور ديال الدجاج، هو كيعطي مذاق زوين بصراحه، انا ما كنخدمش به. وصافي هنا من بعد ما طحنتها جات على هذا الشكل البنات، كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. غادي نضيف ليها الشامبينيون، غادي نضيف ليها هذاك اللدان من بعد ما قطعته على هذا الشكل، غادي نضيف البروكولي البنات. هنا البروكولي انا راه سلقته بزاف صراحه، ما تسلقوش حتى يتحطح. زدت نص كاس كبير ديال الحليب وفروماج محكوك. صافي غادي نخلط هذاك الشيء، وغادي نخلي حتى نبغي نحطها ونسخنها، هي هذيك منها غادي نطلع فيها الغلي ومنها غادي تسخن. وندوزو دابا نحضروا الحشوه ديالنا. عندي ديال لي سيجار، عندي البصيله، صدر ديال الدجاج، الزيتون والمعدنوس، وعندي الشامبينيون. هنا عندي، ندوزو نحضروا العطريه، عندي عصير حامضه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شي شويه ديال الملحه، وضفت هنايا الخرقوم، خرقوم عرق، البزار، هنا عندي القزبر يابس مطحون، هنا عندي الثومة غبرة، ومعلقة معلقة كبيرة تقريبا ديال صوص صوجا. وهنا عندي السودانية، تقدروا تضيفوا البنات الحامض مصير، انا ما كانش عندي في صراحة، ما خدمتش به. السودانية ضفتها هي الاخرى، هذيك اللي قبل البنات. معلقة ديال مطيشة ديال الحك، طماطم المركزة هي اللي ضفت. وصافي غادي نضيف هذيك العطرية ديالي على المقادير اللي درت، وغادي نحركهم مزيان. هنا ضفت شي شوية ديال الماء. صافي غادي نضيف ليها شي شويه ديال الزيت ونخليها تشحر على خاطرها. في هذه الاثناء غادي نكون درت الشعريه الصينيه ترطب لينا باش ما نجي فيني تشحر ليا الدجاج والبصيله ديالي، تكون الشعريه الصينيه وجدات. ونضيفوها للحشوه. هنا البنات راه وريتكم، ما تنساوش تضيفوا ثلاثه الوريقات ديال ورقه سيدنا موسى. صافي هنا من بعد ما تشحرت الحشوه راه ضفت ليها الشامبينيون، وغادي ندوز نقطع هذيك الشعريه الصينيه ديالي ونضيفها على الحشوه ديالي.
صافي راه وجدات، غادي نديرها في طبيسيل ونخليها تبرد وندوزو نحضرو لي سيجار ديالنا. صافي على هاد الشكل كنعمرهم. قسمت الورقه على جوج البنات باش ما تجينيش الورقه فيهم كثيره. غادي ندهنهم بالزيت وندخلهم الفران. يلا نخليكم على فيديو. وهنا من بعد ما دخلت البريوات ديالي الفران سخون، البنات سخنوا الفران باش من هانيت نوجدوا البيتزا وندخلوها يطيبوا في مره واحده. صافي العجينه ديالي ديال البيتزا راهي خمرات، دس كنطلقها بيدي بالفينو البنات باش كتجينا حرشه، بصراحه كتجي زوينه بالفينو او السميده الرقيقه اللي كاينه خدموا بها. هذاك الفينو اللي بقى ليا راه خويته شويه في الطاوه اللي غادي ندير فيها العجينه ديالي. صافي غادي نحاول نقادها وغادي نثقبها بالفرشيط ونعمرها الحشوه كتبقى اختياريه البنات. تقدروا تضيفوا اي حاجه، تقدروا ديروا اي حاجه، لاصوص طوماط راكم كاملين كتعرفوا ليها، ما شاركتهاش معكم. والحشوه البنات انا غادي نعمرها غير بالخضره، ما درت فيها لا طول لا حتى شي حاجه. الكورجيت خديتها وقطعتها رقيقه وشويه دهنتها بالزيت وشويتها في البانيني، كتجي زوينه بصراحه في البيتزا. وحتى الدنجال حتى هو تقدروا تضيفوه، انا ما درتوش هنايا لكن حتى هو كيجي زوين، حتى هو تقدروا تدهنوه وتشويه في البانيني هو والكورجيت، كيجيو زوينين في البيتزا البنات. صافي عندي هنا بصيله خضراء مقطعه وفليفله حمراء والكورجيت اللي شويت في البانيني. صافي غادي نضيف هاد الخضيره ديالي كامله وغادي ندخلها طيب على درجة حرارة تكون متوسطة الفوق والتحت، وغادي نخليها حتى طيب. بعد غادي نضيف ليها الفرماج في الأخير باش كيبقى دايب وما كيقصحش لنا في الفران البنات، من الأحسن ما تبقاوش تضيفوه من الأول. صافي من بعد ما غادي نقادها ونعمرها غادي نضيف ليها زيت الزيتون، عندي مرقدة فيه التومة من قبل هو اللي غادي نخويها عليها من الفوق وغندخلها طيب. وهنا دس كنعصر في الليمون ديالي، وكيف ما كتشوفوا هنا راه دايره في الكاس ديال الميكسر، دايره فيه شي شويه ديال المونغ وشي شويه ديال الباباي، وغادي نضيف عليه خوخه واحده وغادي نطحنهم مع الليمون، كيجي عصير زوين في الصراحه. كنتمنى لا فيديو يكون الاعجاب ديالكم البنات، وتكونوا خديتوا فكره تقدروا توجدوهم هذا الشيء اللي درت، تقدروا توجدوه للفطور غدا ان شاء الله او لو وقت ما شفتوا الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون كنت خفيفه على قلوبكم. بالصحه والراحه، ما تنسونيش من لي لايك ومن الاشتراك في القناه الا كنتو مازالين جدادين معايا. بسلامه عليكم.